كان حين يكتب تتسمر عيناه على الورق، وحين يرفع نظريه تشخصان على قبة ضخمة مطلة على غرفته. قد يبدو الأمر عاديا بالنسبة للبعض، إنما الواقع ليس كذلك. تخيل أن الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت بدا عاجزا عن الكتابة، غير قادر على العمل، متململا لمجرد أن جاره في السكن زرع في حديقة منزله أشجارا حجبت عن كانت رؤية القبة قبل أن تسوى الإشكالية، فيعود من وصف بآخر الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبية الحديثة إلى روتينه وإلى سلامه وعزلته الإرادية وإبداعه ذائع الصيت عالمية. ليس هذا وحسب، يروى أن كانت كان يرفض السفر، عاش حياته كلها دون أن يرى جبلا أو بحرا. عد كانت أحد أهم الفلاسفة ممن كتبوا في نظرية المعرفة الكلاسيكية، كان آخر فلاسفة عصر التنوير. رسالة كانت لنا: كي تكون يجب أن تفعل.